الحروب ومن ثم إعادة التنظيم. خطة داعش لهذه المرحلة. مخيم الهول كان نقطة البداية في تحقيقنا. كيف يتم التهريب؟ وإلى أين؟ من المحرض ومن المسؤول؟ نتيجة حملة الباغوس هرب قسم من قيادات تنظيم داعش الإرهابي وبالتنسيق مع الجهات إقليمية إلى مناطق درع الفرات أو إلى داخل التركية. فيتم الآن تهريب عوائلهم من مخيم الهول حتى يتم الالتحام وإعادة ترتيب هذه العوائل. تهريب في عندك مخيم الهول مثلا، في عن طريق الضياع، عن طريق القرى مثلا، عم في تهريب عم تصير هناك. المخيم الواقع في محافظة الحسكة السورية هو الأكثر اكتظاظا بنساء وأطفال داعش الذين لا يخفون ولاءهم للتنظيم الإرهابي، وهو أيضا أكثر المراكز التي تشهد محاولات هروب. في كثير عوائل بتحاول الهروب من المخيم، يعني فينا نقول تقريبا ما بين 635 شخص حاولوا الهروب، ونحن حسنا انه نلقي القبض عليهم، والمهربين كمان تم إلقاء القبض عليهم. طبعا العوائل اللي حاولت تهرب من مختلف الجنسيات، ما فينا نحدد جنسية واحدة، ان كان سورية ولا عراقية ولا اجنبية.